الله يمسيكم بالخير ومرحبا بكم. بعد هالمتغيرات المتسارعة والعنيفة اللي بدأت من يوم الجمعة اللي فاتت، يمر وطننا وخاصة شرقة الحبيب بمرحلة حرجة يبدو إنها تختلف على اللي تعودنا عليه من فبراير 2011. واجدين يظنوا إنه حيكون لها تأثير على مجريات الأحداث، وبدينا نشاهده في بعضها من توا، لأن تحرك ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي واحتلالها جزء مهم من الهلال النفطي أدى إلى تدهور كبير في الموقف العام وإلى خلط الحسابات والإدعاء بأن الهجوم على المواني من أجل تسليمها لمؤسسة النفط. أقل ما يقال عنه هذا غير صحيح، لأن نحن نعرف أن الجيش لما خذ المواني سلمها لمؤسسة النفط اللي يرأسها صنع الله، وهي اللي كانت تتسير في المواني بعد ما سلمها الجيش. زي ما قلنا شفنا كيف أن كثر الحديث على الفتن وعلى الاضطرابات، راهو اللي قاعد يصير في الهلال النفطي حرب ملهاش أي فايدة، وسلبياتها أكثر من إيجابياتها، واستخدام ورقة النفط في الصفقات السياسية خاسرة، لأن لو توقف إنتاج النفط حيخسروا كل الليبيين اللي يسعوا إلى رفع الإنتاج باش يضمنوا لقمة العيش والحياة الكريمة، لأن كلنا نعرفوا إن ما خدمناش على رواحنا في هالأربعين عام اللي فاتن باش نأمنوا موارد بديلة للنفط. يعني لما يوقف إنتاج النفط يموتوا الليبيين من الشر، والله يهاجروا كان رضان بينا حد أو حد رضا يستقبلنا أصلا. كان أخطر ما سمعناه خلال الأيام اللي فاتن هو ترويج البعض بأن هالحرب هي حرب بين منطقتين أو إقليمين، وهذا ادعاء خطير. نعرفوا كلنا إن ليش هالادعاء هذا، وإنما لش أي أسانيد ولا أساسيات بالمطلق، وإنه هو تصرف فرد أو مجموعة لا يمكن نقدر نحسبوهن ولا نحسبوهن على منطقة أو إقليم. والجانب اللي أكثر خطورة إن في هالأقوال هذه المرسلة جت على لسان أشخاص قياديين، ومنهم اللي انتخبوهم الناس باش يراعوا مصالحهم، وتوقعنا يكون كلامهم موزون ويجمع وما يفرقش. للأسف هذوما ما تريثوش وداروا جردة حساب من بداية فبراير باش يعرفوا إن الليبيين من كل الأطراف ما خلوا مدارة في بعضهم، وإن كل المناطق والأقاليم فيها الزين وفيها الشيء. اللي طبعاً الشينين هذوما اللي تهمهم مصالحهم وفي سبيلها مش مهم تعمر البلاد ولا تخرب، لكن الأزمة في ليبيا أكبر من شرق وغرب وجنوب، وهي متعلقة بمستقبل البلاد ومصيرها. نحن نعرفوا إن المؤيدين لما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي في شرق البلاد قلة، بس مازال المؤيدين لها في غرب البلاد وجنوبها أقل. وهالتأييد ما عندهاش علاقة باتجاهات الجغرافيا، لا شرق لا غرب لا جنوب، ولكن يستند على توجيهات إيديولوجية جدت على الليبيين وحتوصلهم إلى ما لا يحمد عقباه. أغلب الليبيين فرحوا لما الجيش دحر الإرهاب في بنغازي، وفرحوا لما تم طرد داعش من سرت، معناها كل الليبيين في مركب واحد واللي هو مركب التخلص من الإرهاب والإرهابيين، بيبقى ليش قاعدين نصارعوا ولمصلحة من هالصراع؟ وهل مقاطعة الحوار اللي طالعين بها البعض هي الحل؟ ونحن توا في أمس الحاجة للحوار وتوحيد الصفوف. لازم يفهموا السادة والسيدات اللي في البرلمان إن الحوار مش طرف زايد، بالعكس في أوقات الأزمات هذا وين نحتاجه للحوار مع الطرف اللي مختلف معانا. وإذا كان الليبيين حملوهم أمانة بانتخابهم، فيجب عليهم إن هم يواصلوا الليل بالنهار باش يطلعوا ويطلعوا ليبيا من هالمازق اللي هم نصيب لا بأس به في وصولنا لهالمازق هذا. وهذه حقيقة يعرفوها كل الليبيين والتاريخ يسجل. المهم نحن نبغوا نشارك المشاهدين معانا في بحث هالموضوع، لكن نقول لكم من توا أراه لغة السب والتخوين وشيطنة الطرف الآخر، والله أنا اللي كويس والناس كلها مش كويسين وكل الناس الآخرين شينين، مش حتوصلنا إلى أي نتيجة. ونحب نذكركم بحقيقة أخرى مهمة يجمع عليها كل العقلاء في ليبيا وفي خارج ليبيا، أراه الصراع اللي يجري توا في ليبيا مش حيحل السلاح، لأن السلاح متوفر عند الجميع، ومش حيحل إلا العقل، والاستقواء بالأجنبي مش حيحل، لأن كل طرف عنده أجنبي يساعد فيه ويستقوى به. يعني
ما فيش غير ان الليبيين يعملوا بالمقولة اللي نحن ديما نقولوا فيها وبطلنا من ترديدها، وهي انهم يجلسوا على كراسي عقولهم ويشوفوا حل لمشكلتهم ومشكلة بلادهم اللي قاعدة تنزلق نحو الهاوية. وربي يسترنا ان شاء الله، وان شاء الله زي ما يقولوا فال الله لا فالي، ان شاء الله ما نوصلوش الى الهاوية الى القاع. يا ريت تتصلوا معنا على الارقام اللي ظاهرة مع الشاشة. ومعايا اول اتصال سيد عبد الرزاق الداهش. الو مرحبا. نعم سيد عبد الرزاق. نعم مرحبتين سيد عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق الداهش الكاتب المعروف، شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. سيد عبد الرزاق، شفنا هالازمه اللي صايره من يوم الجمعه ونحن قاعدين في مخاض وفي مشكله كبيره، يعني شنو عندك ما تقول فيها هذه المشكله؟ هو اولا هي مشكله ليست جديده، هذه مشكله يعني انا اعتقد ان ما يحدث هو كل اضطراب سياسي، وان هذه الاطراف الصراع السياسي غير قادره على اداره الخلاف. نعم. وغير قادره على اداره الخلاف السياسي، وبالتالي كل طرف يحاول ان يستقوي بما هو مقدس. نعم. سواء المقدس الوطني او سواء المقدس الديني. من تكفير وتخوين وغيره. نعم. وهذا الذي يحدث هو محاولة من طرف لكسب أوراق تفاوضية في صراع على ليبيا وعلى مناخ ليبيا. ليس هناك أي بعد وطني في 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 حرب هي نعتبرها في منطقة رقوة ومنطقة سهلة ومنطقة خطيرة، وتتعلق بأرزاق الليبيين وتتعلق بممتلكات الليبيين وتتعلق بعيشهم حاضر ومستقبل. نحن نعرف ان هذه الازمات التي يعيشها المواطن وهذه الصعوبات وهذه المختنقات هي نتيجه طبيعيه لما حدث من غلق انتاج النفط وصناعه النفط لفتره طويله من قبل الجدران. وهذه نتائجها وسببت ازمه كبيره للبلاد. نعم. وسوف نعيش من تأثيراتها حتى 50 سنة قادمة، لأنها ليست بسيطة. الآن ما نرى ومن تجيش ومن تعبية هي لا تخدم القضية الوطنية. نعم. الذي حدث حتى الأطراف التي دخلت لتربك المشهد السياسي، نحن نعرف أنها ليست موافقة على التقسيم وليست موافقة على الحوار، وبالتالي حتى خروج البرلمان وما نراه حقيقة من شطحات هذه لا تعكس، هذه الانفعالات ليست مفيدة ولا تعبر عن روح السياسي ولا تعبر عن روح مسؤولة ولا تعبر عن عقل. هذه توتير أجواء، وبالعكس أي طرف يريد أن يفتعل المعارك أو يدير المعركة بطريقته هو لينتقل من كل خصومة شرقا وغربا، الآن ينجح بكل سهولة بما نراه سواء من هذه القنوات التي تجيش وتحرر أو بما رأيناه في جلسات البرلمان الحالية. نعم. سيد عبد الرزاق، نحن قاعدين نسمعوا في أن هي حرب يعني إقليمية أو حرب من إقليم على إقليم أو جهة معينة، فشن رأي حضرتك في هالكلام؟ يا سيدتي، لا يوجد حرب بين إقليم وإقليم. الصراع الليبي هو صراع سياسي بين أطراف سياسية، هناك طرف سياسي في الشرق وفي الغرب. نحن نعرف أن حتى هذه الجماعات أو حتى وكل إحنا بمسمياتها، يعني مثلا أن تنافي إلى الجماعة التي تسمي نفسها الدفاع عن بصرة، الدفاع عن بنغازي، من أين متكون؟ ومن هم قادتها؟ وهل هم في النهاية هل هم مع الاتفاق السياسي؟ هل هم مع حكومة الوقت مثلا راضين عليها؟ هناك أطراف كثيرة سواء في المنطقة الشرقية وغير الشرقية ونسمع بهذه النغمات. أعتقد هم نفسهم رافضين الحوار. هم رافضين الحوار المطلق. نعم.
وهذه معروفه، يعني معروفه في الطرف. لا لا، يرفض البرلمان ويرفض حكومه الوفاق ويرفض حتى المجلس الاعلى للدوله. نعم. يعني يرفض حتى مخرجات الاتفاق برمتها. نعم. المسألة الأخرى، أنا سمعت أن هذا اليوم البرلمان أقر، وطبعا أنا أعتقد أن جلسات البرلمان لا يتم إلا بالأغلبية المطلقة، وهذه مسألة دستورية، وبالتالي كل ما يصدر عن القرارات ولا يملك الأغلبية في جلساتها تعتبر قرارات معدومة وانعقادها غير صحيح. لكن في كل الأحوال البرلمان شرعيته الان يكتسبها من الاتفاقيات ولا يكتسبها من الدستور. دستوريا مقترحات فبراير وفي الماده الخامسه تحدد انه بعد سنه ونصف من اول انعقاد للبرلمان تنتهي ولايته، وليس ولا يستطيع دستوريا ان يمدد ولايته الا بتسع عام، وهذا لم يتاكد. وبالتالي البرلمان هو ضمن الاجسام التي تعتبر انتهت ولايتها، فقد اعادها الاتفاق السياسي. عندما انت تنسحب من الاتفاق السياسي فان هذا يعني حل البرلمان. نعم. 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 في الحقيقة فعلا يعني نحن الآن في أحوج ما نكون للحوار وللتفاهم، لأن يكفي اللي صار من الحرب والسلاح. نحن محتاجين الآن، محتاجين إلى عقل. محتاجين ان الليبيين ان يجلسوا مع بعض. ما يحدث في ليبيا لا يفيد الليبيين ولا يفيد حتى الاجيال القادمه في ليبيا. نحن نريد ان نؤسس الى دوله مدنيه، دوله ديمقراطيه فيها تنوع خلاق، فيها قيم تتعرض فيها قيم المواطنه، ولكن نجد الحقيقه هذا لا يفيد الليبيين ولا يفيد المنطقه ولا حتى العالم لا يستطيع ان يساعد شعب لا يريد ان يساعده. نعم. شكرا استاذ عبد الرزاق، بارك الله فيك، وان شاء الله صوتك وصل. شكرا استاذ عبد الرزاق. معايا اتصال ابو بكر من بنغازي. فصل الاتصال. فعلا نحن يعني في هالوقت هذا نحتاجه الى صوت العقل وإلى التعامل بموضوعية. معايا اتصال علي من بنغازي. لا علي من الزايدي، من الشاطئ. من جدأ، من وين؟ من الشاطئ. أهلا وسهلا. نعم. نعم أستاذ علي، تفضل. شنو عنوان الحلقة بالضبط على نحن المصالحة؟ والله نحن نحكوا على الهجوم اللي صار على المواني النفطية، وعليه ان كيف ممكن نحلوا مشكله ليبيا، يعني هل بالحرب او بالصلح والوحده؟ والله اعتقد ان الشعب الليبي مل الحروب. نعم. والمشاكل هذه اعتقد كافي الوقت كافي لكل حد انه يفهم ان موضوع الحرب ما فيش نتيجه. نعم. ولا بد من المصالحه، ولا بد من الجلوس، ولا بد من الناس انها تمد ايديها لبعضها. وبعدين التجريح، خاصة العملية في التجريح والتهم. نعم. بين الشرق بين الغرب بين الجنوب بين مش عارف شنو بين المدن، بين هذه كلها الأشياء هذه اللي سببت التباعد النفوس على بعضها. وبعدين كم هم الليبيين أصلا، يعني كم هم عددهم اللي دور فيه خلاف. ويبعدوا أولا، حاجة أهم حاجة، يبعدوا عن التجاذبات هذه، ويبعدوا عن الفتن، ويبعدوا عن الدول اللي هي ما تودش لليبيا انها تطوف. نعم. يا استاذ علي، استاذ علي، فيه من يقول ان الحرب هذه حرب جهويه او حرب الغرب على الشرق، او شنو رايك؟ والله ما اعتقد لا شرق لا غرب، هذا كله كلام كله زايد. والله اللي كان غير يتنازل المشير شوية، ويتنازل اللي في طرابلس شوية، ويتنازل اللي في القبة شوية، ويتنازل اللي في مصراتة شوية، ويتنازل اللي في الزنتان شوية، واللي في سبها، واللي في الكفرة، واللي تنازل الناس ببعضها. هي في النهاية قداش حتى كل مدينة كانت يعطوها تحكم 4 سنين يبد عليهم الدور. نعم. حتى كل مدينة تشد الأركان وتشد الوزارات وتشد في النهاية، يعني الليبيين كلهم يحكموا.
نعم. وبعدين يعني الحمد لله عرض ليبيا معطاء فيها كل الثروات من غير النفط، فيها الزراعة، ساحل 2000 كيلو متر، يعني شو اللي ناقصنا احنا؟ ما ناقصنا الا غرفه من بعضنا شوية بس. نعم، شكرا استاذ علي، بارك الله، شكرا شكرا، بارك الله فيك. معايا ابو حريقه من المرج. تحية طيبة لك يا اخي العزيز وكافة العاملين في القناة. مرحبتين بك استاذ ابو حريقه. لا شك ان احنا غرب وشرق واحد، ليبيا. نعم. ليست حرب جهوية. نعم. ما هي الا مخلفات الوضع اللي قام بعدها الثورة العظيمة اللي كنا نتآمل فيها خير. مجلس انتقالي الذي أفسد الأخضر واليابس، هل ميليشيات وهل تدخلات دول الجوار وهل معتقدات التخلف في الدين وفي المناهج؟ نعم. نحن عددنا شيء وخير واجد واجد كبيرة، لكن لا يوجد العقلانيين أو الناس اللي تطري بالكلمة الطيبة. اللي طحنا فيه واحد كان زواج، واحد صلح رجوات، واحد ميكانيكي لقى روحه رئيس دولة وميزانية. نعم يا عقلية يعني مع الأسف يا استاذ بحريقة. استاذ بحريق كان معايا استاذ علي من الشاطي وقال ان لو كل واحد يتنازل شويه هالقيادات هذوما ويتفقوا على حل وسط، لان التنازل من اجل الوطن يعتبر انتصار، فشنو رايك انت؟ والله لا شك في ذلك، لكن يا اخي العزيزه ما نبي التفاوض، ما نتكفح عباد الله، ما واحد يذبح حول راسه عشان شرطي واحد جيش. والله اجماع النشاط مدني تم اغتيالهم، والله بيني وبينك حتى هي راي تركه ليبيا تعاني في مصايب وغصايب، وخاصه من دول الجوار. طبعا اللي ذبحوا فينا في قرب الحوت والليثي والصافي، يا تلقاه مصري يا تونسي يا اما ليبيه وجاي لمد، يا الله يخ. نعم نعم، شكرا استاذ ابو حريقه. وفعلا احنا سمعنا استاذ عبد الرازق واستاذ ابو بكر علي من الشاطي واستاذ ابو حريقه، وكلهم يقولوا ان هذه حرب مش جهويه، وهذوما ناس خارجين عن القانون، وكلهم يتمنوا الحوار والهدوء الليبيا. خلينا نطلع فاصل ونرجع مع بعضنا باذن الله. مرحبا بكم من جديد. موضوعنا اليوم على الأحداث اللي صايرة في الهلال النفطي وعلى الحل في ليبيا، هل حيكون للحوار ولا هو حل عسكري بامتياز؟ اتصلوا معايا الناس من في الفقرة الأولى، وكلهم يدعوا للحوار وكلهم يرفضوا أن هي توصف بأنها حرب جهوية. معايا اتصال. ألو، مرحبا سيد أمين. مرحبتين. مرحبتين سيد أمين. سيد أمين، نحن في هالفترة هذه طبعا للأسف فيه أحداث كبيرة صايرة في البلاد، ونحاولوا أن نحن نحطوا النقاط على الحروف يعني، ونشوفوا الناس شنو رايهم. هل أنت مع الحوار أو مع الحل العسكري؟ هل المواني النفطية هذين هن اللي ورقة يلعبوا بها السياسيين، ولا هي هو الحل يطلع منها؟ شنو تقول لنا؟ والله نقول لك أول حاجة السلام عليكم. بالنسبة للحل، وعليكم السلام ورحمة الله. الحل الليبيين كلها يعني، مش أنا بس رأيي هذا. نعم. الليبيين كلهم مش مع الحل العسكري. نعم. الحل العسكري ما عمره كان دار حل في العالم كله. واحنا الليبيين يعني قبائل يعني مترابطه وقاعده مترابطه، وقاعدين نقدروا في العرف، نقدروا في الدين، نقدروا في شريعتنا. وهذا اللي صاير للسياسيين اللي يلعب عليه هو النفط والهلال النفطي، هذا كله اجندات خارجيه. والليبيين كلهم توبتوا، حتى اللي ما يفهمش السياسه نتيجه الوضع السيء ونتيجه التصرف اللي مش مسؤول من السياسيين ولا حتى العسكريين اللي وصلوا البلاد لهذه النقطة. نعم. المفروض الناس يكون عندها أول شيء الوطنية وحب. نعم. الوطن، والوطن فوق كل شيء، فوق المصالح وفوق المناصب وفوق. نعم. أي حاجة.
المفروض الإخوة هم اللي يتصارعوا في المنطقة الشرقية ويغذوا فيهم أجندات خارجية داخلية أو خارجية، مفروض يفطنوا للنقطة هذه. الرابح فيهم خسران، اللي يموت من الطرفين مقاتل ومقتول في النار، الطرفين الاثنين ليبيين. مفروض الحكمة هي اللي تكون توا، ما نتسرعوا في القرارات الاتجارية وبعدين نقعدوا ندمين. يعني توا ما فيش الا اخر ورقه لليبيا، هي هذا هو الهلال النفطي اللي الشعب الليبي كله ياتي منها. صح. معقوله يدمروه ويخلوا الشعب اللي مسكين توا اللي مش ملحق على 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 قوت يومه واللي قاعد في البرد واللي قاعد في العراء، معقوله الناس هذه ما عندهاش نظره حتى بسيطه يعني؟ نعم، هذا فعلا هذا قوت الليبيين مفروض يكون بعيد على كل صراع. طبعا الناس اللي في مجلس النواب والناس اللي تفوض بالحل العسكري والناس اللي في الحكومه الوفاق ولا حكومه الانقاذ، المفروض تكون وطنيه، ما تكونش عندها اجندات. في الاخير احنا ليبيين، انت لما تمشي برا بتقول يعني من الوفاق ولا من تبع حفتر ولا تبع سراي بنغازي، كلهم ليبيين. نعم. والليبيين مفروض يقعد، لما قعدوا الليبيين في الخمسينات واتفقوا صار منها ليبيا. نعم. لكن تو كل واحد يشتكي في جهه خارجيه، والجهات الخارجيه كلها عندها اجندات، مش حتعطيك حاجه الا بالمقابل. ليش ما يكونوش الناس هذه المسؤوله تو في المستوى؟ نعم. وان شاء الله ربي يهدي النفوس ويشوفوا لله وبعدين للوطن. المواطن نعم. تعب يعني، حتى شوف نتيجه الصراعات اللي صايره تو في الهلال النفطي. نعم. حتى كان الدولار كان واليورو نازل شويه ارتفاع، والارتفاع هذا كله يستغلوا فيه التجار رواش المال العام. نعم. المواطن الليبي مسكين قاعد والله ما تخش على الفيس ما تلقى الا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. الدولار اليوم فوق الستة ونص وصل بعد ما كان. هذه قصه ثانيه، هذه الناس اللي يتحكموا في الدولار هذو ناس عشان ما عندهمش لا وطنيه. نعم. ولا عندهم دين. يا استاذ امين نحن نعرف. نعم. يعني هل كل الليبيين هذو موجودين في ميليشيات ويحاربوا في بعضهم؟ والله يعني اللي يتحاربوا هذو جزء بسيط من الليبيين. لا، هذو الليبيين كلهم مش راضيين، هذا جزء بسيط من الليبيين يتحاربوا، اما الليبيين الوطنيين اللي يحبوا بلادهم ما يبغوا يتحاربوا، هذا ليبي وهذا ليبي عشان بيتحاربوا. لو درنا تصويت للليبيين مع الحرب او مع الحوار، في اعتقادك شنو حيكون؟ حيكون الحوار طبعا، الليبيين خلاص الناس تعبوا. الحرب ديما دمار، الحرب ما عمرها كانت حل في العالم كله، الناس في العالم اكبر مشاكل في العالم حلت بالحوار مش بالحرب. نعم. نحن سمعنا أمس أن البرلمان جمد الحوار، واليوم يخاطب في اللجنة العليا للانتخابات بأن يكون في انتخابات رئاسية وبرلمانية في بداية 2018. شنو؟ والله البرلمان إذا كان هم الناس اللي في البرلمان ناس ما همش في المستوى التوحيدي، بنقول لك لأنهم ناس ما عندهمش مسؤولية بكل للمواطن ولا للوطن. الانسان يعني حتى في العهد القديم ولا في العهد القرون الوسطى وفي العهد القديم والعهد الحديث مشاكل العالم كلها انحلت بالحوار. نعم. البرلمان هذه اعلى سلطه في البلاد. البرلمان يجي يدير انتخابات، فهل ظروف البلاد تسمح انها تصرف ثاني على الانتخابات؟ وهل البلاد امنه باش الناس تنتخب؟ وهل الحاجات هذه كلها يعني يديروا فيها التجاريه وخلاص وصوتنا ودرنا قرار وتحركنا؟ بالعكس، المفروض هم يدعوا للحوار ويدعوا الى التهدئه، ولا لسراي بنغازي، سراي الدفاع على بنغازي من بنغازي ابناء بنغازي، والجيش الليبي ابناء بنغازي. نعم. ليش ما بس هم يقولوا ان مش حيقدروا يديروا حوار في ظل انتشار السلاح والهجومات اللي صايرات. السلاح هذا طبعا مش حيجي في يوم وليله حتقدر تلقيه ولا تجي في حل، لكن بشويه يعني شويه من حنا وشويه مرتبط. نعم. تمشي الامور. نعم. الدوله ما عادش تتحمل
ما عادش تتحمل، ما عادش حتى الدوله بقت فقيره، ما عادش عندها اللي عندها شكرا اللي عندها احتياطي فعلا عندها انتاج فعلا. شكرا شكرا استاذ امين، بارك الله فيك. معايا اتصال جديد، السيد محمد الهمالي احد اعيان الجنوب. مرحبا سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبتين سيد محمد. شنو الجنوب يعني مع الحوار ولا مع انه يكون في حل عسكري اولا وبعدين قام عزول للحوار؟ تحية طيبة لك اختي ولك البرنامج ولك ولهذه القناة والمشاهدين في هذه الليلة في داخل الوطن وخارج الوطن. تحية طيبة لك. ولو سمحتي لي ببعض الوقت، ولو سمحتي لي بمساحة من الوقت. نعم تفضل. في البداية عندي بالله تعزية، احنا اليوم بلغنا خبر بفارق الأسى والحزن، تلقينا خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد السلام بوحليقه، بيت الحارث سير أليم وفقيدنا وفقيد الوطن، هو رئيس أعيان وحكماء منطقة فزان. إن شاء الله ربي عظم الله وأجركم والرحمة والمغفرة للفقيد بإذن الله. ويا أختي بالله بخصوص الموضوع والحديث للمشاهدين، نحن نسمع ونعلم الكثير من الصراعات والنزاعات شهدها العالم عبر التاريخ، وخلفت أكثر ما حدث في ليبيا من خسائر وخراب ودمار. وهذا لا يعني بأننا راضون على ما حدث وما يحدث اليوم في ليبيا، ونقول لا رد لقضاء الله. وعلى سبيل المثال ما بعد الثورة الفرنسية وصراع منطقة البلقان وأنغولا، الدولة الأكثر إنتاج للنفط في القارة الأفريقية، تعرض هذا البلد لصراع مسلح لأكثر من 20 سنة وتعافى وحرق أقوام السلاح في مشاهد لن ينساها التاريخ. لماذا يا اخوتي الليبيين لا نكون مثل أنغولا؟ ولا ننسى الجزائر الشقيق بعد 10 سنوات من الصراع المسلح توصلت إلى توافق وحقن دماء ومصالحة وطنية شاملة. هذه البلدان للأسف خسرت عشرات إن لم تكن مئات الآلاف من أبنائها، واستنزفت الصراعات من ثرواتها وخربت نسيجها الاجتماعي. وهذه تجارب الآخرين عبر التاريخ نستخلص منها الدروس والعبر. ولو سمحتي لي بقليل من الوقت. نعم تفضل. الحالة اللي وصلها اليوم واللي نحظى بنتائج للأسف ونحن بدون مزايد على الليبيين، أراه لا شيء إلا أن وجهنا حال الداد العباد. الحالة اللي وصلها في تقديري المتواضع ليس من باب المزايدة وليس من باب اليوم والإسياف، نتيجة عدم الاحتكام للعقل والحكمة من البداية، واختيارنا وخلينا نقول اختيارنا للأسف للحل الأصعب والأخطر، وهو الصراع والتصادم المسلح، وما زلنا مستمرين فيه لحد هذه اللحظة للأسف. لا بد لمن يخطي أن يدفع الثمن، وجلنا أخطأنا إلا ما رحم ربي. الاعتراف بالدم فضيلة. هذه الحالة عموما ما هياش نهاية الدنيا وما هياش نهاية الكون. لماذا نحن الليبيين لنا خطر الطريق؟ وعلى قول المثل اللي بدي من الأخير تعلم الأول، الصراع المسلح لا يستمر للأبد وعنده نهاية. نعم الصراع فعلا فعلا سيد يا سيد محمد، فعلا الصراع الصراع مش حل. يعني في رايك شنو الحل؟ يعني نحن للاسف فصل الخط. فعلا سيد محمد الهمالي يقول ان نحن مفروض ان يكون ننهوا الحرب، يعني الجزائر بعد 10 سنوات قال من الحرب ومن مئات الالاف اللي ماتوا من مواطنيها، وفي الاخير ما كانش لهم الا انهم يقمزوا للحوار وللمصالحه الوطنيه وينسوا احقادهم ويلتفتوا لبناء دولتهم وغيرها، مش بس المغرب، في امريكا كانت حتى هي يعني سنوات من الحرب، 4 سنوات يعني راح فيها فوق 500,000، وفي الأخير بكل برضو قمعزوا مع بعضهم واتجهوا للحوار وللمصالحة الوطنية وعرفوا أن الحرب مستحيلة، ولذلك ما لناش إلا المصالحة وأن نحن نكون يد وحدة ومع بعضنا. معايا اتصال أحمد. أيوة مرحبتين سيد أحمد من بنغازي. لو سمحت يا سيد احمد تنقص التلفزيون وتسمعني من التليفون. قلت لك انا ما الحق معليش
نعم العنوان الحق شنو يعني معلش البرنامج؟ نحن نحكوا على الأحداث اللي صايرة في الهلال النفطي وعلى المشاكل اللي صايرة وعلى ما يسمى بسرايا الدفاع اللي جاية بتحتل الهلال وتبي قالت بتسلمه إلى المؤسسة الوطنية للنفط وهي أصلا كان الجيش مسلمها للمؤسسة وعلى أن نحن نشوفوا هل الحل عندنا يكون بالحرب أو بالحوار هو نعم والله الليبيين ارتضفوا مننا ما لم من الطاولة أنا والله مشاكل وهكذا كيف المشاكل مش حيحل الصوت مش واضح للأسف انفصل الخط معايا أبو بكر من بنغازي مرحبتين يا أبو بكر سيد أبو بكر السلام ورحمة الله وبركاته مرحبتين الله يسلمك كيف الحال الله يسلمك تفضل سيد أبو بكر الله يسلمك بالنسبة من هالمشكلة تاع الهلال النفط وهالدوامة اللي فيها ليبيا كلها مش بنغازي بس ليبيا كلها هذا ما نبيش نقول لك عقاب من الله سبحانه وتعالى للشعب الليبي لأنه كورغا بالذات كورغا هذه أنا من بنغازي كورغا هذه مدينة كاملة خذت عقوبة بعض من ناس هل داروا ولا ما داروش أطفال في العراء ماتت وشياب وعزايز هذوما في جوف الليل يرفعوا في ايديهم لله سبحانه وتعالى ما فيش ياخذ حقهم والحق خذا الله سبحانه وتعالى ليبيا كلها تعبت في البرنامج هذا نسينها او تجاهلوا فيها الليبيين عقاب من الله سبحانه وتعالى من اجل ثورة يا سيد ابو بكر هل ترى ان نحن نستمر في هالحرب هذه ونكملوا بعضنا يعني؟ الحرب هذه ما تنتهش اني الناس اللي انظلمت ترد من مكانها وهذه مستحيله مع مصراتة بالذات مستحيل ان يردوا تورغا ما دام هم ما يبيش تورغا هذه ترد من مكانها نحن نقعدوا في الدوامه هذه نعد نكملوا بعضنا لان هذا انا نشوف فيه انا توا بلاء الله في 2011 انا اول واحد من الناس طلعت يا ابو بكر أيوة. كل اللي اتصلوا يقولوا ان الحل هو الحوار يعني نقمزوا كلنا مع بعضنا مصراتة تورغا بنغازي طرابلس يعني الليبيين كلهم نحن ما نحددوش في جهات ولا في اقاليم ولا في مدن نحن نبوا كل الليبيين برلمان المؤتمر الوفاق كلنا ليبيين وكلنا لازم يكون الحل من عندنا نحن من عند الليبيين يعني حتى ان نحن الحوار متاعنا يكون الاجانب هم اللي مشرفين عليه ونقعد وبعدين نقول والله هذا الاجنبي ما دخلاش يعني كيف الحل بالنسبه لك انت كيف ترى ان المفروض يكون الحل؟ انا اللي اشوف فيه الحل ان مشايخ ليبيا كلهم نعم اللي حاملين كتاب الله يتفقوا مع بعضهم بيد وحدة يأثروا فيها الناس اللي قاعدة تكتب في بعضها عليش الله هو اللي يعلم سبحانه نعم. وتعالى نعم خطيها نقول لك على حاجة أنا خطيها كان من المشايخ أهل الدين ما تفقوش مع بعضهم على هالمشكلة نعم شكرا ماشي شكرا سيد أبو بكر بارك الله فيك ونحن نبوا فعلا كل الليبيين يكونوا يد وحدة وخلونا نطلع فاصل ونردوا مع بعضنا مرحبا بك معودنا من جديد وما زلنا نحكو على الأحداث اللي صايرة في الهلال النفطي وعلى لغة التخوين والنعرة الجهوية اللي طالعين بها واللي نحن فعلا في غنى عنها عولتنا وشبابنا اللي قاعدين يموتوا وقاعدين مش عارفين أخبارهم
هذوما شباب مفروض يكونوا في جامعاتهم، مفروض يكونوا في مدارسهم، مفروض يكونوا يبنوا في بلادهم. يعني نحن درنا ثورة، خلاص انتهت مرحلة الثورة وخشينا مرحلة البناء. المفروض ان كل الليبيين، نحن 6 مليون، وما ظنيش ما زلنا قاعدين 6 مليون بعد هالموت اللي صاير فينا ذا كله، وهالتشريد وهال الشيء اللي صاير. خيرات البلاد واجدة، ما خدمناش عليها صح، لكن يعني لو كان خدمنا من قبل رانا تو مستغنين عليه النفط، وما هوش ورقة خاسرة يلعبوا بها قاعدين السياسيين والميليشيات والناس، وكل اللي ينط يجي يقول هذا البترول بياخذه ويحسابه هو هذا الحل، مع أن حتى تسكيرة البترول فعلا زي ما قال بدري الأستاذ عبد الرزاق الداهش إن حنقعدوا 50 سنة وأكثر نعانوا منها. حتى تسكيرة النفط الفترة ذيك كلها يا ريت كانوا يبددوا فيه في الصحراء ولا سكرا، لأن هالأنابيب وهالآلات وهالمعدات لما سكروا النفط خربا كلها وما يبن مليارات باش يصلحوهن. يعني نحن مش بس اللي خسرناه اللي أكثر من 100 مليار من تسكيرته، لا مازال حنخسروا أخرى باش نقدروا ننتجوا ونعاودوا، وحتى الإنتاج اللي ننتجوه حتى لو وصلنا إلى إنتاج اللي كان عليه قبل التسكيرة مش حيجيب كل الموارد اللي تكفي الاقتصاد الليبي والليبيين، لأن ثمنه في كل العالم زي ما نحن عارفين نقص. فهذه مشكلة كبيرة، بس يا ريت نفطنوا نبع عويلتنا يعيشوا في أمن وأمان بدال صوت الحرب وصوت الموت وصور البشاعة اللي يشوفوا فيهن، يسمعوا ألحان الود والمحبة بين بعضهم، ويتربوا في مدارسهم في علم في ثقافة، وتكون بلادنا فعلا تستحق أن نحن نعيشوا فيها، وهي تستحقنا ونحن نستحقوها. معايا اتصال. ألو مرحبا. الو مرحبا سيد مفتاح. صحتك على خير ان شاء الله. مرحبتين سيد مفتاح، اهلا وسهلا. نحييكم ونحيي مدينه بنغازي الشيخة. والله انا عايش في هلبة بنغازي، كنت في جيت في الابيار ومرض جيت هذيك الحقيقه. انا عند هلبة بنغازي الحج. انا بنقول موضوع على النفط هذا ليبيا عايشين فيه، الجبار من الليبيين كلهم عايشين معنا ويخدموا حاليا ومصورين ما ترضى. اللي احنا الليبيين من 80 حتى ل 87 بترولنا كله يمشي للتشاد ويلوحوا فيه غادي كتهاي، وماتوا اطفالنا وماتوا وكل خسرنا فيها الموضوع هذا كله. وجت الدوله بتاع 7 فبراير وقلنا باي الحمد لله تو الليبيين مش كويسين، كل الحمد لله على نحن خلونا 15 يبدو مواصلات كويسات في عيشه كريمه. ان شاء الله اصبحنا احنا قعدنا في موال اللي يحطوه في جمعيه استهلاكيه ما يطلع منها، اللي يحطوه في برلمان ما يطلع منها، اللي يحطوه في مؤتمر ما يطلع منها، اللي يحطوه في كهن ما يطلع منها. ولهذا هيك الناس ما تمشي قدام تدور. نعم. والبترول هذا سواء شدوه الشرق سواء الغرب احنا اللي فيه. سيد مفتاح. نعم سيد مفتاح، انت من الزاويه صح؟ أيوة. نعم، فيه ناس يقولون ان هالحرب هذه جهويه، يعني الغرب يحارب في الشرق. والله هذه الا جندات خارجيه، وهذا يبونا زي الصومال يبونا زي نتخاصموا بعضنا وهم ياكلوا فلوسنا بالشرق تو هذا الكلام. انت معاها الهجوم اللي صار على الموانئ؟ انا ما نبيش العراق في ذيك بعد ما في قداتي، حتى احنا نبوا زمان في 80 اختي دوار نقول له كان يسمع مع جدافي وجينا واحد ثاني حتى من سير من اي مكان. المهم ما يحسبش الشعب الليبي ما يكونش معزي، يعطي الشعب الليبي خيرات احنا راضيين به، احنا ما نبغوا اللي بيحكم خليه يحكم، المهم يحكم بشرع الله ويحكم شعب خيرات ليبيا تقعد في ليبيا ويبحثوا الشعب الليبي. الحقيقه احنا 6 مليون وخيراتنا هلبه وما محصلين شيء، والحروب والجد والناس كلها نسوي اعترام والاطفال والعلاج هذا. نعم. شو الفرق بين والزاويه ولا تبرق؟ وانا كنت قلت لك في المنطقه الشرقيه قعدت لي 3 سنين ولا 4 بين الابيار والمرج والتبرق، فهمتي؟ وانا عارف غادي كتاي وين جد بغادي ياكل عزه، فهمتي؟ نعم. وهذا واللي يموت مننا خاصه واللي راب خاصه اصلا، سواء احنا اللي هنا ولا نجوا. نعم. حقيقة. والحرب يعني مصيرها حتنتهي ويا ريت ننهوها بدري موجود. باقل الخسائر. نعم. ربك موجود الحمد لله. نعم. ربي يمهل يا رب لنا وراه، ربي يمهل ولا يهمل. نعم. ربي موجود سبحانه وتعالى. نعم. اللي يدير الظلم والله ان شاء الله ربي يهشل. نعم شكرا. نعم. شكرا بارك الله فيك سيد مفتاح، شكرا. معايا مالك.
السلام عليكم. مرحبتين سيد مالك. نحييك نحييك ابو البرنامج. نعم. قلت لك نحييك ابو البرنامج انت والطاقم اللي معك. ولك التحية يا استاذ مالك. بالنسبة لل شنو انت في رأيك شنو الحل لمشكلتنا نحن في ليبيا لهالأزمة اللي صايرة هذه؟ والله الأزمة نحكي لك من الأول، عرفت شنو اللي صار وشنو صار في ليبيا وشنو صار، يعني توجه الموضوع كذا يعني. أول حاجة يعني بالنسبة من بداية الثورة، نعم، يعني كنا نحبوا بعضنا، ودي هذا يعني يحب يعني أي حاجة، فهمتي، وماشي الأمور في الثورة ونيو، وبعدين الناس تغيرت، حتى النفسية تغيرت، قاعد يفهموا في بعضهم، عرفتي؟ نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عرفتي؟ نعم. نعم. الحاجة الأخرى الخوارج، يعني ما يعني يطلع قرن منهم، يعني ما خرج قرن منهم قطع. يا سيد الشرق والغرب يعني واحد. نعم، يعني نحن سيارات كبار وني ويشتغلوا ويمشوا، عرفتي، سيارات كبار هذين يعدوا يعني يمشوا مغرب ويجوا وني، عرفتي، وعندهم صحبة يا سيد مالك. نحن يا سيد مالك نحن الليبيين لو تجي تشوف يعني نحن متجانسين، يعني اللي في الشرق للغرب واللي في الغرب للجنوب والجنوب في الشرق والغرب، يعني في كل مكان، يعني ما عادش عندنا فواصل بين بعضنا، يعني الحمد لله النسيج الاجتماعي نتاعنا مختلط، يعني تلقى نفس العائلة فيها من الشرق وفيها من الغرب وفيها من الجنوب، وما عمرنا فكرنا فيها انت من وين ولا الا للانتماء وللاسم. نعم، يعني نحكي لك حتى الناس تغيرت، يعني من بعد الثورة وتعال أنا الناس تغيرت ماشي قبل. نعم. نفسية تغيرت، الجار ماشي حب جارة، عرفتي، ومشاكل. مالك أنت مع إيقاف الحوار ولا مع استمرار الحوار؟ والله الواحد ما يبي يقول لك إيقاف الحوار، نحن ما الحوار لكن مش بشكل هذا، يدير لك وبعدين يدير لك نعم برامج وطلاق المال. نعم. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. شكرا شكرا يا مالك، بارك الله فيك. زي ما شفنا يعني الحمد لله، يعني انا اليوم بادية الحلقة هذه ويعني فعلا مش خايفة ولا متخوفة، لكن كنت متوقعة ان فيه ناس حيقولوا فعلا هذه حرب جهوية وفعلا الناس هذوما جايين يعني بأجندة من المنطقة الفلانية، بس زي ما شفنا كل اللي اتصلوا كلهم يعني ما فيهمش واحد قال ان نحن فعلا هذه حرب جهويه ولازم نمشوا للمنطقه هذه ولازم نقتلوه، يعني هذا فعلا الخطاب اللي مفروض يسود، خطاب الحب وخطاب الود وخطاب الحوار، خطاب التسامح. وفعلا انا يعني شكرا لكل من اتصل بينا واضاف لهالليلة هذه صوت الحق وصوت الود وصوت المحبة، الليبيين كلهم مع بعضهم. وفي الأخير نبي نقول لنا علي كل المنتسبين للميليشيات ومكثرها في بلادنا أنهم يفطنوا بأنهم يقاتلوا في أبناء وطنهم ودينهم، يقاتلوا في خوتهم وفي شركاء الوطن، لازم يحسوا ويفهموا أنهم يقطعوا في أوصالهم بيديهم وفي أنهم يدمروا في بلادهم واقتصادهم، وأن القتل والكره والاستعلاء على التسامح والوحدة والتنازل من أجل الوطن مش حيكون نتائجه إلا الموت والتشرد وفقدان الوطن وفقدان الهيبة، وأن زي ما قلنا لا حل بدون حوار، وعدم وجود إرادة داخلية حقيقية لحل الأزمة هو اللي جعل العوامل الخارجية تتدخل وتدعي أن عندها الحل أو حتشارك فيه. ما فيش منطقة كاملة رحبت بدخول هالجماعة المسلحة للموانئ النفطية، فالعملية كانت مستفزة وطائشة وغير مقبولة من كل الليبيين، وجل الليبيين يفضلوا أن يكون عندهم جيش منضبط وكلهم يكون عندهم جيش منضبط ومسؤول ويبنوا دولة المؤسسات الحقيقية والفاعلة، لأنهم ابطلوا من حالة الفوضى وكلهم يرغبوا في أن يكون مصدر قوت الليبيين بعيد عن النزاعات والحروب وتحت سيطرة حراسة وطنية ولاءها للوطن كله، للوطن كافة. ويكفي تجربة الجذران اللي يدفع الليبيين فواتيرها لعشرات السنين القادمة. سلام.